رجعت لكم تاني مع فورتنايت. فتحوا الويكلي تمام ايموت نقعد بس احنا عايزين نعمل حاجه كده بس استنى سلم. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك ايموت within 20 meter of an enemy visit grand and eliminate hit shot an opponent. لا خلينا في دي وهنزل عند الجريم. قال لك عشان قال لك في حاجه لطيفه الدرونز هنعملها بعدين، هن بس هنسيرش ونمشي سيرش ونمشي مش هنعمل حاجه كتيره بس ما يتضربش. دي اول حاجه. تاني حاجة قال لك damage opponent with weapon modded ماشي، hit players with the shockwave grenade ماشي كده، purchase the patch up service character from the machine mod weapons and mod benches ماشي. طيب هنا في صندوق اهو ده كده يعتبر عند الجريم ولا انا كده بعمل حاجة تانية مالهاش علاقة بالموضوع؟ بص انا هستهبل لان هنا في صندوق اهو لازم يبقى الاندر وورد، لازم يبقى الاندر وورد اللي هو الغريب ده اللي هو الصندوق العجيب. يا ماشي مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة خالص مشكلة خالص. تعال نكمل تاني. بس عملنا حاجتين، عملنا الأهم واحدة اللي هي دي، واحدة منهم دي مهمة جدا. وهنا دامج اوبوننت ويبن ويز مودد اللي كان عندي فيه البتاع ده حلوة أوي الكلام ده. ايه بتشيز الباتش اب سيرفيس؟ دي اللي هي بتعالجني فروم كاركتر او من البشر. تعال نشوف انهي كاركتر اللي ممكن يبقى عنده ده، هيبقى عنده والله. بص هو عامل لك هنا في بلس ان هو بيعالج الشخص. طيب بص كده يمكن يكون حد ويجي عندها شوك ويف ممتاز جدا، يجي عندها شوك ويف ماشي. ده عنده شوك ويف باتش اب وباتش اب بس كاتارا وبيلي. احنا نروح عند كاتارا بصراحة. ايه بقى كاتارا؟ ممكن يكون عندها حاجة من الأسلحة الحلوة كمان، خلينا نشوف. ماشي eliminate an opponent at named ماشي visit fencing and eliminate search chest or ammo within 15 seconds of busting. لا خلينا ناخد ده ان شاء الله ربنا يقدرنا. نعم خلينا نروح عند الاستاذه دي ولا ده استاذ مش عارف صح. يلا بس في بتاعت الجريم مشكلة جامدة دي بقى. قال لك افتح الصندوق واهرب. لا مش هعمل، نبقى نجي له بقى بعد كده لده. ماشي خلاص ماشي. طيب ماشي خلينا نشوف. مع بعضينا كده يا جماعة، هما كده عايزين الصندوق اللي هو العجيب. الصندوق العجيب بقى فين بقى؟ فين؟ اهو اهو السلام عليكم. هتشنزل قبل ايه؟ هتشنزل قبل ايه؟
يا نهار ابيض، الحمد لله. قال لك اخرب ما تاخدش اي دمج. عملناها احنا كده صح؟ الاستاذ اللي هنا بعد جري طبعا هرب هربان. ماشي، بقول لكم انا نزلت حظي حلو ان انا فتحت الصندوق ولميت كل حاجه، لميت كل حاجه ومشيت. ايوه هم اطلع لهم اي حاجه بقى. ماشي، تعال نروح للاستاذ الموزه. موزة حبة. لا لا لا، بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل ايه؟ تهور شوية. مساء الخير حضرتك فندم، ممكن ناخد في باتش اب؟ انا مش ناقص اصلا. مش كده، يبقى لازم انا شخصيا اقل. واحدة 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 واحدة. حلو، انا كنت عايز دي بس. حضرتك بقى انا المفروض اخد منك دي، مفروض يعني، بس المشكلة كلها أنا لازم أقل. تعال نشوف المشكلة هشتريها ازاي. دي بترفع الهيلث بتاعي، لازم اشتريها وانا ناقص. ماشي، القرن الجريني اللي انا عايزها بس. ماشي، جري فوق. هو ده عشان الناس اللي كان فيها على فكرة، عارفين كده؟
وراك فين؟ بيجري بيجري. ضربني ضربني بس كده. اجري بقى. وانا كده عملت دي خلاص. Destroy supply بقى دول بقى اللي انا المفروض الاقيهم فعلا بس كده. شوف شوفوا كملنا معاهم كده. طيب بقى شويه استخبى هنا كده. تعالى destroy الدرونز. الدرونز كانت مكانها فين؟ تحت كده في الاماكن اللي على الميه. شوك ويف كان في واحدة هنا والمود في البنش. ماشي دول هيجوا بالصدفة. وعملت دي انا خلاص عملتها. ماشي خليني استخبى بقى. المفروض ان احنا عندنا في اتنين حوالينا حاليا تخيلوا. الاتنين دول معاهم الحاجة الكويسة بيضربوا بعض. انا ممكن الحقهم الجرانيت. شوك ويف قصدي ايه؟ طب والله كتر خيركم. ضربت بيها بس هموت.
ده اهم حاجه بقى ان انا اجري بيه. استنى انا استخبان بتاع جايه. انزل الميه زيت زيت. يا سخافة يا سخافة، مش هيسيبوني. البنكرية دي فيها تعديل، نقدر هيحاربوا بعض. معلش خدت ايه الكوستين؟ مود ويبنز ماشي. ساكت مش عارف ليه يا جماعة، معلش بس انا معاكم يعني. هو الطاقة المسلحة خلص. ياه مش مشكلة ماشي. المهم ان احنا عملنا، تعال نطلع بقى بره كفاية كده، عملنا شغل كويس جدا على فكرة. احنا خلصنا جزء كبير جدا عارفين كده من الموضوع ده. تعال نشوف، تعال نشوف. تفاجئوا دلوقتي، تفاجئوا هتتفاجئوا. دستروي سبلاي، سبلاي دول تحت عند الميه. هيت بلاير والشوك ويف انا عملتها بس ده فضل 4 مرات رخمين قوي. وهنا اعمل 4 ما كنتش اعرف بصراحه، فكرت مره واحده خلاص مش مشكله ماشي. بس عملنا انجاز، بس انا دي وخلاص عارف بتاعت الماتش ده. يلا يلا
طيب تعالوا ننزل هنا وبعدين نشوف بقى الحاجات اللي احنا هنعملها دي. عندنا موضنج لما نلاقي بنكراية نخشها. الدرونز دي تحت. الدرونز. الأماكن دي. هنا كان في درونز. عند البيت ده كان في درونز تقريبا. الحتة دي فيها درونز. المنطقة الحتة دي فيها درونز. شوف انا فاكر هنا كان في 100% صح؟ انا هشربها على الصغير. بس كويس ماشي. اوه نايس. ليه سايبان؟ وحدة خضار. طيب. ماشي. محتاجين معانا. لا محتاجين كده. شوك ويف مهم جدا. المطبخ يا جماعة، مطبخ البيت. الناس تاكلش في البيت ده ولا ايه؟ المطبخ هو اللي هيكون فيه اللي احنا عايزينه. الصندوق بتاع الخضار. بعد بره بقى شكيت خلاص. على فكرة عايز أقول لك معلومة، هو حسبها عارفين ليه؟ دي حاجة تضحك أوي، لأن أنا وهو طرنا، فهو حسبها باتنين، بس مش هقول لك أكتر من كده. ماشي اسرع سيب بقى طبعا. موف كمان. لا كنت خير الدنيا. ماشي طيب عملنا برضو كويستايه.
يعني احسن ما فيش طبعا، الحمد لله رب العالمين، ودي حاجه كويسه جدا 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 جدا. اوكي، اوه نايس نايس نايس، الاسكندريه نايس، ودي احنا ماشيين فيها كويس. عاملين ايه هنا يا جماعه؟ ديستروي سبلاي درونز والبوتس، ماشي سهلين يتعملوا ان شاء الله. يلا اتمنى تكونوا انبسطتوا يا جماعه، عايزين برضه تبقى معانا كده، وسيطره جامده جدا 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 جدا. عايزين يا جماعه قناه اليوتيوب دي تولع الدنيا، فانا سايبها بقى مسؤوليه في ايديكم. ماشي، شيرات بقى وكومنتات، وخلوا الناس تسبسكرايب ونولع الدنيا. يلا باي باي.